بارك بك مولانا، من معي؟ كيف حالك سيد نيفام؟ حيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بكم ويحفظكم. أنا أردت أصعد معك على التيك توك، اسمي جواد بس ما مشي الحال على التيك توك. حياك الله أخونا جواد. أنت الآن كيف حالك حجي؟ الله يحفظك. أنت الآن بلغوني أنه تريد تعلن تشيعك. إن شاء الله حجي إن شاء الله، بس أريد أقول لك القصة بس. يا الله، اخواني صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاك الخير ما شاء الله. يا عمر، عمر اللي كان موجود اللي يقول صديقي فرنسي ولا ما اعرف منه. هاي انت الاخ عمر، هنيئا هنيئا له ركوب سفينة النجاة. لا عمر الثاني، هذا جاك واحد لاخ عمار، هذاك عمار. هذا جاك واحد لاخ، ها؟ فبلكي تشوف لك صديق، بس هالمره مو فرنسي، شوف لنا انجليزي. الله يبارك فيك. انا عندي كلمه اذا كان انا دخلت اليوم انا صار لي 35 سنه سني، فانا اليوم دخلت في دين محمد وآل محمد. اذا كان حبي لآل محمد وآل محمد معتقدي محمد وآل محمد، فانا اشبه بالخنزير، فجزاء الله خير. سامحة 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 أخونا عمار. لحظة أخواني، يا أخواني لحظة. حجي وعد، أنا اسمي موسى من سوريا، من محافظة الحسكة، مشان أعلنها علن، مشان يعني اللي بده يطلع بإيده يسوي برجله. أنا اسمي موسى من محافظة الحسكة. الله الله يبارك فيك. والنعم منك ابن بلدي، والنعم منك. الله يبارك فيك. بس أنا أقول لك، هذا اللي شتمك إذا تعزني وتحبني وتحترمني، أريدك الآن تنوي من قلبك إنه اللي هذا شتمك تقول له أنا غفرت لك، أسأل الله أن يغفر لك، وترحم على والديه. ترحم. والله والله يا حاج وعد، أنت في قلبي. الله 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 يا حاج وعد، وأنت يا حاج وعد تكلمت. ما شاء الله عليك. فحبنا حبنا يا حجي، حبنا للحسين وحبنا لعلي وحبنا لآل البيت، يعني هي عقيدتنا، وهو هذا الشيء اللي نسامح عدونا، نسامح عدونا مهما أسائلنا. الله حجوات تسمعني الآن الله يغفر له ويهديه. أيوة ويصلح إن شاء الله. الله يغفر له. يا أخ عمر، أنا أيضا أقول الله يرحم والديك، والله يرحم البطن اللي حملتك، وأنت بريء الذمة ومسامحيك، وأسأل الله أن يقذف في قلبك حب محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. آمين. تفضل أخونا جواد، تفضل. حاج جواد كيفك؟ طمنا عنك إن شاء الله خير. الله يحفظك يا مولانا، رحمة الله على والدي. الله يحفظكم مولانا. مولانا أنا بس أردت أصعد أحكي لك قصتي. أنا متشيع من 3 سنوات، من حلب، من سوريا. نعم. خلي يسمع معاوية، أنا طلعت أغيظ معاوية وأبو أدي وهالشلة هاي. مولانا أنا ولدت في عائلة في حلب على المذهب الشافعي، وبدأت الأحداث عندنا في سوريا وأنا عمري 12 سنة. فبدأت العمل في مناطق دخلت عليها جبهة النصرة وهالتنظيمات هاي، وصرت أتعلم منهم وكتبهم وأجلس تحت منابرهم حتى دخلت داعش 2013-2014، وكنت أستمع لهم كمان، وبدأت تكفير الناس، وبدأت بالحوار مع أمي وأبي، وأكفرهم على أبسط شيء، وأكفر أخواني كمان، وأكفر الناس جميعا. يعني صرت مثل قنبلة موقوتة بالمجتمع. أنت معي حاج وعد؟ معك، بس لا تستخدم هاي الألفاظ لأن هاي تتأثر على البث. استخدم ألفاظ أخرى، هاي مال دولة رقم 11 وما أعرف إيش. تمام حجي. فخلصت الحمد لله من سوادهم، قيد 7 سنين على النهج السلفي الوهابي. فأصبحت في سن يعني لازم أني أروح أخدم في الجيش عندنا في سوريا. فقلت إذا راح أذهب أخدم في الجيش راح أصير مع القوم الكافرين، يعني كنت أعتبر أرض كفر، ديار كفر اللي أنا ساكن بها كنت أعتبرها ديار كفر. فقلت في نفسي لا، أروح مع الأخوان في المقاومة في لبنان أشد، يعني كنت أنا
هلا بقول اخو عندهم على الاقل صلاه، جيش لا ممنوع الصلاه. انت وين يا حاج وعد؟ معك. فرحت مع الاخوان وكان بوقتها مناسبه اليوم الغدير عند عندنا نحن الحمد لله الان على انتشيات. فجاء الاخ يضيفني حلو، فقلت له ايش المناسبه؟ قال لي عندنا عيد الغدير. قلت له ايش عيد الغدير؟ انا ما بعرف ايش عيد الغدير. فحكى لي قصه عيد الغدير وصراحه انا ما اقتنعت بكلامه ولا اخذت فيه، قلت هذا بس بده يخادعني ويراوغ. فرحت انا رحت بحثت عن حديث الغدير، رايته موجود بس انا ذهبت لتاويل السنه يعني جماعتي انه يعني حبوا علي او محبه علي، يعني انه انا بحب علي فحبوه، النبي صلى الله عليه وسلم كان هيك يقصد. مازر حجينا دقات القلب يعني التوتر. خذ راحتك بعد ما اتصلت فيك. خذ راحتك حبيبي يا حجي. فالحمد لله رب العالمين بدات بالبحث وبانصاف. مره من المرات اجى اخ هداني قال لي هذا الدعاء اسمعه، هو عارفني انه انا على المذهب السلفي. يعني من التطرف من التطرف الى وصلت انه تكفير الام والاب الى الان بدات عمليه البحث. اي كنت في مرحله من التطرف الله يعلم بها يعني، حتى اهلي كفرتهم والله العظيم، الله بيشهد على كلامي. عرفت كيف؟ فقلت لا انا بدي ابحث هذول الجماعه، يعني انا شايفهم عندهم اخلاق، اذا كان هذول الجماعه باخلاقهم هي كفار فمعناته نحن يهود على اخلاقنا نحن. فقلت لا لازم ابحث وبانصاف، وهو نصحني الاخ قال لي ابحث وهداني بوقتها دعاء اسمه دعاء كوميل اللي نحن هلا نقراه كل يوم خميس الحمد لله. فقال لي استمع له، انا حطيت سماعات وصرت استمع. فقلت لا ما في يعني شيء شركي او يدعو الى الالحاد او الكفر مثل ما كانوا يقولوا انه هن كفار ويعبدوا علي ويصلوا على السجدة. فمرة من المرات جرات وقلت له حاج انتو هاي تعبدوا هاي السجدة اللي تصلي عليها؟ قام ضحك قال لي لا هاي التربة كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي عندكم في البخاري على الخمرة وهي تربة الإمام الحسين. قلت له ما فائدة يعني يعني بحسن أنا أصلي على أي تربة غير تربة كربلاء؟ قال لي إيه عادي فيك بس هاي لأني مباركة. وذكر لي حديث أم سلمة عندما جاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بمقتل الإمام حسين عليه السلام وأتاه بتربة من تربة كربلاء فأعطاه إياها، فقال لي نحن نقدسها على هذا المبدأ. فأنا لهون حد الآن تمام، قلت ما يمشي الحال يعني ما فيها شيء. فشفته أبصلي خلص صلاة بعد التشهد رفع إيدي على فخذي ثلاث مرات، قلت هاي هي اللي قال لي عليها والدي وتعلمتها من المشايخ. كنت استمع اكثر شيء على قناة صفر في وقتها انه يقولوا تاه الامين تاه الامين تاه الامين، فقلت في نفسي اها هذه هي، اقول الان تاه الامين تاه الامين. فهو الحاج يعني للامانه كان بشوش ويقول لي عادي اساله ناقش يعني ما فيها شيء. فانا صرت اساله اكثر واكثر، فقال لي معنا هذه ثلاث تكبيرات مستحبة نحن نقولها بعد الصلاة بعد الصلاة. قلت له يعني ما تقول تاه الأمين تاه الأمين؟ فضحك قال لي والله أول مرة أنا أسمع يعني إنه هي تاه الأمين تاه الأمين. فما صدقته صراحة وقلت لا بدي أسأل وأبحث أكثر. فالحمد لله بدأت رحلة البحث سنة ونص تقريبا من 2020 ل 2021 2022. فوقتها كنت في الدوام في الجيش مع الأخوان في المقاومة، نمت فرأيت في المنام في الرؤيا رجل جاء لي بثوب أبيض وعليه طرحة خضراء على رأسه، فأخذ بيدي اليمنى واليسرى الله أكبر وأخذني معه. أنا كنت واقف في مكان وأخذني معه قال لي أنا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فاستيقظت من النوم وقلت لا مستحيل يعني لازم أروي القصة للحاج هذا للأخوان. فرويت له القصة فجاء لي بسيد بشيخ وجلس معي وتكلمنا وتباحثنا. قال لي إيش المشكلة عليك؟ يعني نحن
كشيعر ايش تشكل علينا؟ قلت له اللسته المعروفه اللي هي عباده علي، تاه الامين، اللطم، الزحف، هذا اللي كان اتكلم فيه الان المتصل اللي قبلي. فوضح لي هاي الامور هاي وقال لي نحن يعني التطبير عنا جمع على ماءنا او ثلاث ارباعهم يحرمون يعني هالشيء هذا لان يؤذي النفس وكذا. وقال لي اكثر شيء ركز على التعميم، ما تعمم يعني مثل ما كان بتكلم السيد ميسن، يعني الشيعة 500 مليون، ما فيك تعمم انت على 500 مليون بفعل 50 شخص او 100 شخص. فالحمد لله بدات اول باول ابحث، واعطاني اهداني كتاب التيجاني ثم اهتديت. قراته وقرات كتاب ليالي بيشاور، والحمد لله اعلنتها. وانا الان ردت اتصل فيك على البث وعلنها فقط نكاية في معاوية وأبو أديب وأمثال معاوية هؤلاء. الله أعتذر منك يا حجي، وأعتذر من الله يبارك فيك، شرفت. حقكم على رأسي، حقكم على رأسي، والله حقكم على رأسي. أنت الشرف، يعني أنت الشرف. يعني انتقلت من مرحلة سبحان الله، كنت عند بقى شاهد الأربعين يوم الأربعين على التلفاز، أشتهي أن أكون لابس حزام، يعني تعرف أنت ما راح أقول كلمة مشان الناس يعني. ذكرتني بدعاء كميل في فقرة. إيه؟ دعاء كميل لما يقول يا سيدي والله يا من عليه معول، أعطاني دعاء كميل بصوت الملا باسم الكربلائي، والله العظيم عندما سمعته عدته أكثر من ثلاث مرات، مع أن الدعاء نصف ساعة أو ثلث ساعة، والله العظيم وجدت فيه لذة وقربة من الله عز وجل أول مرة أشعر بها. فقلت لا مستحيل، هاي الأمور هاي خلتني وحفزتني إني أبحث وتغير نظرتي 380 درجة. يعني من شخص كان يريد أن يفعل بالشيعة كذا وكذا إلى شخص أصبح أشد الموالين لمحمد وآل محمد عليهم السلام. نعم. والله العظيم يا حاج. فقلت أنا أتصل فيك وأروي لك القصة إن شاء الله، وأغيظ فقط هؤلاء معاوية وغير معاوية. الله يحفظك يا مولانا. يكفر الأخ اللي قبلي من حلب ويقول عنه أتباع الصوفية وما بعرف شو هذا الكلام. مولانا مثل هذا معاوية عندنا في حلب، والله يا حجي إذا بربي لحية شهر أو شهرين وبيحفظ له ثلاث أحاديث أو أربع أحاديث، خلاص هذا أصبح لنا قطب علامة. عندنا هيك كم واحد بس سلفي معدودين على الأصابع بحلب، يظنون أنفسهم أصبحوا علامة. والله العظيم يمكن نسأله عن أحكام الوضوء أو أحكام الصلاة لا يعرف، فقط يسمع من أبيه وأبي أبيه، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فقط هذه هي كل القصة. طب الآن هذه التجربة اللي أنت عليها الآن، هل انتقلت إلى إيه؟ صديق، إلى أحد الأرحام، تشيعك بينت إلى الآخرين؟ إيه؟ لا والله، أنا من لحد الآن ما بيعرف حدا من أهلي غير أمي وأخي وأختي فقط، وأصدقائي بصراحة تركوني، يعني لأن شافوني أنه أنا صرت إنسان يعني غير مذهب وغير ملي، وكأني أصبحت ملحد وكافر. فالحمد لله لا بأس يا مولانا، الله يوفقك، شو طريق الحق لكل السالكين. الله زين، الوالدة والأهل ما حد منهم تشيع؟ الوالدة والله يعني مسالمة جدا، هي مذهب الشافعي إن شاء الله، الله يهديها يا حاج بفضل دعائكم. إن شاء الله سيد ميثم، إن شاء الله تبشرنا، إن شاء الله تبشرنا، والله يحفظ لك إياها ويحفظ خواتك وأخوتك. الله يبارك. الله يسلمك. مفارقة لطيفة أقولها للأخ، يعني الله يبارك بك ويحفظك. شوف أخواني، الله يخليك، دعاء كميل ويطلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى ودعية أهل البيت، خصوصا الصحيفة السجادية اللي تتكلم عن حقوق الآب وحقوق الأم وطلب المغفرة لهم والصلاة لهم والدعاء لهم، وإن كان في الحال الذي يعتقد فيه أن أبويه كافران الأبوان. أي والله يا حبيبي، والله العظيم كنت أستصغر من قدر كل إنسان يناقشني ويحاورني، يعني أول دقيقة دقيقتين خلاص ما اقتنع فكرتي أصبح عندي كافر. والله العظيم كان عندي التكفير أسهل من شربة ماء. شوف أخونا العزيز، هذا المذهب الذي يكفر الآخرين ويكفر الوالد والوالدة، ماذا يوجه ابن تيمية صانع هذا المذهب لأتباعه باتجاه الأب أو باتجاه الأم
إذا كانوا كفر. شوف ماذا يقول في مجموع الفتاوى أخوان الأعزاء، هذا مجموع فتاوى ابن تيمية وهذه من نوادر فتاوى ابن تيمية، يقول فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء. ثم يقول وبالوالدين إحسانا، فهذا فيه تقييد، فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، يعني يأمر أبوه وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته. الحمد لله رب لك الحمد لله. وين كنت وأي مكان كنت وأين تحولت من الظلمات إلى نور محمد؟ والله العظيم يا حجي فعليا وحرفيا من الظلمات إلى النور. والله العظيم يعني ما تطلع عليهم حجي وتفكر عندهم عند إن فقط عندهم عناد لا أكثر ولا أقل. يعرفوا وينكروا، والله العظيم يعرفوا وينكروا، ويعرفوا من هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ويعرفوا من هي فاطمة الزهراء، ويعرفوا من هم آل محمد عليهم السلام. الله يوفقك يا مولانا يا جواد، ورحمة الله على والديك. الرسول صلى الله عليه وآله أوصى بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نحن هم عندما تركوا هذا الأمر وذهبوا إلى فلان وعلان، الله عز وجل قال ولو كان من غير عندي ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا التخبط راح يبقى موجود عندهم إن كان في البخاري ولا بغير البخاري حتى يرجعوا إلى محمد وآل محمد عليه السلام. حجي اللهم صل على محمد. جزاك الله خير الجزاء وسعدنا بالاستماع إليك، وأسأل الله أن يبارك بعمرك وبرزقك. رحمة الله على والديك. وأسفين طولنا عليكم. لا لا كمان الشيخ أسد والشيخ أحمد جعفري بغيابه والشيخ والحاج أبو كريم والحاج أبو علي. دعوا للوالد الشيخ والد أبو كريم إن شاء الله الله يشافيه إن شاء الله. ودختم جعفر الله يحفظهم جميعا إن شاء الله. الله يحفظكم يا مولانا. شكرا جزيلا. الله يبارك. شكرا جزيلا. الله يبارك.